زين شيء. انا نفذت انا بالرياضه وقفت امام او ضد وقفت الثقافه الرياضه. لن تنقصنا الجرعه في الوقوف امام ان شاء الله. كيف تعرفكم انتم؟ وعلي برتقالي؟ لا ابيض. لا ابيض. ابو علي مبروك. هلا هلا ابو علي موفق. التجار في تاريخ الكويت كان لهم دائما دور، وكان هم اللي عاملين الموازنة، يعني حبهم واحترامي للجميع، بس الحكم كان دائما يحسب ثقل للتجار. اللي حاصل الآن في الفترة اللي فاتت هو أن الحكومة صارت تضغط على التجار بدل هم يضغطون عليها من خلال مصالحهم، من خلال المناقصات والدينار يحكي زين. فانت ك يعني كروح جديده اليوم مثلا انا اكتب على غرفه التجاره كانت رائده في 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 عمليه اتخاذ مواقف كبيره. اليوم غرفة التجارة ساكتة سكوت مو مبرر، يا كذي الكل تحكى، احنا مو منتمين لأي تيار وقلنا راينا. غرفة التجارة اللي كانت يعني هي اللي تحرك. انا بقول لك لا ما سكتت، لان انا بقول لك انتوا تحركتوا كمواطنين الكويت صح، وهذا حقكم واجب، وغيرتكم على مصلحة البلد هذا واجب. اعضاء الغرفة كافراد قالوا اراء، لكن الغرفة كانت تتكلم في وقت حل الدستور، يعني تعليق الدستور، حل غير دستوري، الأمور المخالفة للدستور. أما القضايا السياسية على أهميتها هي خيار الاقتصاد الاستشاري كأفراد بين ورائي. بعدين أنا يعني مو دوري أدافع عن الغرفة، لأن الغرفة داخل الغرفة قد يكون عدة أسرار. إحنا شفنا أعضاء. بكمل لك. التجار والتجارة مهنة مثل أي مهنة أخرى، فيها الزين وفيها الشيء، لهم دور ريادي على مر تاريخ الكويت. من التاريخ من قلب الآن. عمي عند نظر الزيارة هو من سجن. صحيح. خمس سنين في السجن. صحيح. رغم أنه تاجر عنده مصالح إدارية. والدي عضو في لجنة 45 أيام. أنا ما أقول عمي والدي. أنا باقي من هالمنطلق. أنا باقي علي من هالمنطلق. إن التجار كان لهم دائما كان لهم دور ريادي في السياسة والحكم إيهابهم. يعني إيهابهم ما فيها روح تعال. وكان يعني تاريخ الكويت كله لهم دور وايد كبير. اليوم احنا نحس ان الصوت بدا يخف، احنا خايفين ان الدينار هو السبب. فنبي منكم يا شباب ان يعني قضيه شلون تربط موضوع المصالح والسياسه. اليوم الحكومه هي اللي عندها المناقصات الكبيره وهي اللي عندها. انا بجاوبك جواب يريحك. لو الانسان لو انا بعطي المصالح التجاريه اولويه فالافضل لي ان ما اخذ الانتخابات. لا بالعكس، الانتخابات تعطيك دور. بالعكس وايد اشتغلوا بسبب الانتخابات. اللي بحاجه الحمد لله الله معطينا نعمه وخير، ماني بحاجه ادخل المجلس عشان يعني ازيد، لكن من يريد ان يزيد نفوذه وعنده قدر من الذكاء اعتقد على الاقل املكه احسن لانه ينزل واحد يدعمه وبالتالي سيطر له. في قضية النادي العلمي وزير خبر، انت رايك فيها؟ لا ما شوف انا ما اقول لك شيء، قضايا تشغيلية وامور حياة قضية حالية وفيها تجار وفيها اعضاء. انا اقول لك شيء، اي قضية تنطبق على اي قضية اللي سميته وغيرها. انت عارف ايضا المدينة الاعلامية وعلى انا اتكلم بمبادئ، ما اتكلم ضد اشخاص. اي قضية فيها فساد، فيها مخالفة للقانون، فيها كذا، لا يمكن نقبل فيها. في المستقبل بي اذا الله وفقك تقدر فيه وتقول لي انت وظفت اليوم وقلت كذا وكذا. ما اقدر اعيد الخبر. احنا ودنا لا عشان اعيد الامر. هو غيره. نعم. احنا ما طلبنا الشباب من
الأبناء لا أطلعوا في الغرفة في غير الغرفة أن يعيدون أمجاد مطالب أبو علي. أي والله نبي دور كبير. أنا أقول لكم بس مثال الانتخابات أيضا يعني ممكن من يستعمل الأساليب المشروع يا ريت راح تسمعون إشاعات راح شيء طبيعي هذا أبو علي كذا المواقف اللي تحدث أقول إذا الله إن شاء الله سبحانه وتعالى وفق بالوصول زين ستجدون ما يسركم من مواقف إن شاء الله. هذه نسبية أبو علي ما يسركم. لا أنا بقول لك شيء أنت تقدر تتكلم على الماضي أنا ما عندي ماضي سياسي بالضبط عشان تجري أنا أول سؤال وجهته في العمل العام هو رياضي بالرياضة لو أني أبي ود بعض رموز الفساد كان هذا أنتم بالرياضة وقفنا ضدهم ولا قصدت الجرائم إن شاء الله الله يقدرنا ونسوي هالشيء في المجال السياسي مهما أقول الكثير حتى لو يسلح يقول يعني حكي حلو نسمع أنا وإن شاء الله المستقبل إيه تقدر المواقف ونبين اللي أقول لك وعلي بس إحنا نبي قضية جديدة خطرة من نازع لا أنت مرشح لا ومتابع للمجلس تبي تسوي أنا أتكلم معكم صراحة. الإنسان مهم أن يكون جريء وثابت صحيح عشان تريد أسألك السؤال لا نفس الوقت لا جاوب ما أبي أكون شخصي مو جاوب أنا جاوبته مو على قضايا وطن هذه مشكلة كل قضية فيها فساد فيها مخالفة للقانون إذا هالقضايا إذا فيها مخالفة للقانون وفيها بما يثبت ذلك ها مو إنسان مو حكي إذا قضية هالبرتون وأتكلم هذه مثبتة يعني راح هذه فضيحه راح دافعون عنها ابو علي بس ما صار شيء راح دافعون عنها ابو علي وقفت المسوده لا شو المفترض في شيء صدر في حكم في شيء تحيل الى لجنه التحقيق وعدالتها لجنه التحقيق هذا التاكيد لازم واحد يكون ضده بس هالبرتن الادانه اثبتت هل راح تثيروا القضيه مره ثانيه في حال فوزكم؟ أنا ما أبي أتكلم عن شيء ما أقدر فيه آليات إذا طرحت على جدول الأعمال وإذا وجدت وإذا هي أولوية هي وغيرها. بعدين بس أصدق معنا بس. هذا السؤال أنا أعتبره إنه من الأسئلة المهمة لأن فيها تجارب وفيها مصالح. فالجزيرة الخضراء. وقفت عفوا وقفت. فأما إما في شخص مهموم حقه إنه وقف مشروعه وإما هذا المشروع باطل. فأنت أي مدير؟ إما مشروع باطل ولا مشروع حقه؟ هي وغيرها. لا ما أبي. عام يعني ناس يجعلها بالكويت على فكرة أقول من الضوء إنك تحكم على شيء أنت غير ملم بتفاصيل عشان أكون أمين وياك مرشح بس أنا ماني ملم ما شفت ما سمعت وجهات النظر المختلفة ما طلعت على مستندات في هذا القضية إذا طلعت على مستندات وثبتت هي وغيرها لا تصر على نصيحة أخرى إنزين لا تصر على قضية أمرك المقر هذا اتمنى ان تبحث في القضيه خلال اسبوع احنا كلنا جواب راح قضيه مهمه حاليا نتداول انا ماني نائب الان عشان اطلب كل المستندات ولا عارف نسيب المستندات مو عندي طيب قضيه الاولى شنو قضايا شو القضيه الاولى يعني الشيء اللي بدش ودك تسويه انا اقول لك باختصار شديد تندرج تحت العديد من القضايا لان هناك قضايا كثيره تحتاج الى كل واحد في باله شيء معين مجلس الامه ينشر الى شرق بين دور رقابي ودور تنمو حنا كمجتمع في قضايا يجب أن يكون للنائب لا وقفة ومبدأ مثل قضية الخمس لازم يكون واضح صريح أنا مع الخمس لكن في قضايا تنموية كثيرة حنا قاعد نعيش باللي بناه وسووه أضاعنا ترى ما تركنا حق الجيل اللي بعدنا شيء حنا نبي نعيش أو نتمنى أن نرجع إلى المواقف المبدئية الثابتة للجيل السابق بروحية الشباب وروحية الجيل الحالي تندرج التنمية والرقابة تعزيز الرقابة وزيادتها وإن كانت ليست على مستوى طموح الشارع الكويتي لكن نسبيا مقارنة بالدول الأخرى هي الأفضل الجانب التنموي احنا متأخرين فيه كثير يندرج تحت العديد من القضايا سواء التعليم التوظيف الإسكان الكذا هذه كلها تندرج تحت الجانب المشروع من اين لك طابع الميزانيات عفوا مثلا اكيد يعني اللي داخل مجلس الامم الحمد لله يعني
مثل نموذج من السلمة عشان يحتاج إنه يستفيد. إذا ما كان يبي يخدم ما راح يفيد. ولكن اللي شجع يعني وجودكم شباب. أحسنلك قاعد أقول لك اللي يبي يستفيد وعنده تاجر يبي يستفيد ينزل أحد ثاني يدفع. ليش أطفله وتحت الأضواء ينطركم تسلونا بعدين. تعبوا علي أتباع. ما خليت علي حد الحبل أنا حاضر ترى وتشرفونا في مقرنا ولكم الحق في سؤال عن أي موضوع أو في أي شيء وإن شاء الله نكون مشكورين.